بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نساك هالكن وحا كسو بوقضي مدحوينها وفتي كالسعوداء ودلك صاحبك النهاي والالان نهاي جوردن وهقامنا ايو دكتور سلطان ومركز سدحادي نسو زيارتين وحي نوغي مادن سيدي اي جامعة دهينا تبابرو سين لهايين ku saabsan sidii loo tayeen lahaa. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dadaalka ay ka galeen siday nooga caawin lahaayeen tayeynta jaamacadaheena oo aad iyo aad ugu baahanahay. Aad u mahadsantiin. Wasalaamu calaykum. Walxamdu lilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashraf alanbiyaa walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi ajmaciin. Laqad tasharafna hada alyowm almubaarak bimuqaabalat رئيس الجمهورية مع أعضاء الوزارة أنا وزملائي من اتحاد الجامعات العربية ومن الجامعات الأردنية، وهذه زيارة الشخصية الثالثة لهذا البلد الطيب. وكان الهدف من هذه الزيارة هو إجراء ورشة عمل عن جودة التعليم في جامعات الصوماليلاند والصومال، وتحدثنا مع سيادة الرئيس في هذا اليوم عن آلية وكيفية أن يساهم اتحاد الجامعات العربية والجامعات الأردنية والتعليم العالي الأردني في نهضة التعليم العالي هنا في جمهورية الصوماليلاند. حقيقة التعليم هو مصدر الحياة ومصدر الحضارة. وجامعاتنا العربية لمساعدة إخواننا وأشقائنا